السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي صحفي غاوي عصافير. النهاردة فيديو جديد عملناه قبل كده، ولكن الطلب مني كتير وفي تساؤلات بتجيلي على الواتس، لان انا سايب لكم الرقم بتاعي طبعا. في تساؤلات كتيرة بتيجي وبيبعتوا فيديوهات العصافير عندها برد عايزين علاج. النهاردة هوريكم العلاجات اللي انا بستخدمها، وبرضو كنا فتحنا مواقع وفيديوهات لمربيين أوروبيين أجانب بنشوف بيعالجوا الطيور والبادجي بتاعتهم إزاي. طبعا البرد ده سببه بيبقى ايه؟ البرد ده سببه إن احنا بنعرض الطيور في الشتاء لتيارات هواء مباشرة، كمان إن بيبقى فيه مناعة الطيور بتاعتنا ضعيفة جدا. طيب انا الليله دي كلها مش موجوده في الطيور عندي، يعني انا مش بعرضهم لهواء شديد، مش بعرضهم ل لان هم المناعه بتاعتهم بتبقى ناقصه والكلام ده كله. بنكتشف ان معظم الطيور اللي بتبقى تعبانه الاناث. الانثى لما بتبيض كتير المناعه بتاعتها بتضعف، يعني عشان كده ده بيبقى سبب اصابتها بالبرد او التنفسي. هنزل لكم فيديو وانا بتكلم دلوقتي هتشوفوه اهو. ده فيديو شكل نتاية مصابة بالبرد والرشح، وفي فيديو تاني هنزله وهو لشكل عصفور او انثى برضو او نفس الانثى مصابة بالتنفس. الفرق بين التنفسي والبرد هتشوفوه. الزكام او البرد بنلاقي ان الكير بتاعت العصافير نفسها زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو المعروض، الكير نفسها بتبقى فيها مخاط. اما التنفسي بنلاقي العصفورة مفيش مخاط، ولكن ديلها بيطلع وينزل وبتتنفس من بقها. طبعا بيبقى فيه كشاشان واضح جدا في طيور البادجي بتاعتنا. بنلاقي ان الطيور خلال الفترة دي الاكل بتاعها قليل جدا، وبيوصل لمرحلة ان الجزء اللي فوق المناخير بتاعتهم بيبقى ما فيهوش الريش، بتبقى الطيور بقت قرع. طيب احنا هنعمل ايه بقى في انجاز؟ هقول لك هتعمل ايه. قبل ما اقول، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك بتاعتكم، اكون شاكر جدا. احنا بنعمل سلاكة صغيرة كده او شيالة بيبقى فيها اكالة وبيبقى فيها مسقة، بنعملها عشان خاطر نعزل فيها العصفور بتاعنا او الطير المصاب بالبرد او باي مرض. انا عندي كذا واحدة، حاطط واحدة هنا وادي التانية وفي غيرهم. طبعا بيتم عزل العصافير بتاعتنا في المكان ده. انا بستخدم علاجات ايه؟ قبل ما بستخدم العلاجات انا بمسك الطير بتاعنا بمنديل، بمسح مناخيره كويس جدا عشان خاطر يبدا يتنفس من مناخيره. ويا سلام لو عندي نقطه اتروفين كده واحطها في المناخير بتاعتهم، هتسلك الدنيا برضو زيهم زي البني ادمين. وبعد ما احط الاتروفين بقوم ماسح المناخير مره تانية. لما الحاله بتبقى شديده بحط الدواء في قطاره زي دي وبنقط نقطه منه في فم العصفوره المصابه مباشره بجانب الدواء اللي انا بحطه في الميه بتاعتهم. ليه بحطها مباشره؟ عشان خاطر يبقى التركيز بتاعها قوي ويتم الشفاء باذن الله. طبعا لو انت مش خبرة في الموضوع ده ما تعملوش. طيب ايه العلاجات بقى اللي انت لسه ما وريتها لناش؟ هقولها لكم في اختصار شديد. هي دي العلاجات. اول حاجة علاج البرد الكونجستال، بنحط في القطارة بنديهم نقطة واحدة الصبح ونقطة بالليل للعصفورة المصاب، بجانب ان احنا بنحط 10 نقط في المسقة اللي زي دي. تمام. طيب نستخدم ايه بعد كده؟ بعد 3 ايام هتلاقي باذن الله العصفورة الرشح قل، ولكن هتصاب بالتنفس اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو. طيب بنقوم مريحين الطائر يوم بالظبط، بنحط له مية بس من غير اي حاجة عشان خاطر الكبد،
وبنجيب الأولفنت برضو بنحط نقطة الصبح ونقطة بالليل في الفم، بجانب ان احنا بنحط لهم في المسقة 10 نقط لمدة 3 ايام. بعد كده بيكون الطائر بإذن الله خف وشفي الحمد لله تماما. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ شايفين الديكال 12 ده؟ بعدها بيوم لما بنريح برضو الطائر يوم، بنجيب الديكال ده ونحط في المية 10 نقط في المسقة للطائر. ليه؟ عشان الطائر تتردله صحته. طيب انا ما عنديش الادوية البشرية دي، اعمل ايه؟ في عند اي صيدلية بيطرية نجيب الكيتوبيد اهو، ده شيء سحري كده برضو بيعالج الطيور، ولكن نتأكد من ان هو الاصلي ولا لا. الكيتوبيد اهو، نتأكد من ان هو الاصلي ولا لا. برضو بنحطه في القطارة، طبعا بيترج كويس جدا، وبنحط نقطة في الفم مباشرة للطائر، بجانب ان احنا بنحط من 5 ل10 نقط في المسقة بتاعتهم عشان خاطر الطائر يشفى بإذن الله. طيب احنا خلصنا من موضوع البرد والتنفسي، الطير بتاعنا جاله إسهال، ما عندوش حاجة وهو عنده إسهال، نعمل ايه؟ في حاجة اسمها الكابكت. الكابكت ده في نوعين كابكت، كابكت مركب والكابكت ده، احنا بنجيب الكابكت اللي هو بيدوب في المية، ده سحر جدا جدا جدا، بيشيل الإسهال خلال يومين بفضل الله. أو نحط فلاجيل، دي معظم الأدوية اللي أنا بستخدمها للطيور المريضة عندي، وبفضل الله بيتم شفائها بفضل الله. طيب الطائر استمر الموضوع ده، بنجيب تتراسيد بنرجه ونحط للطير بتاعنا في البق مباشرة. خلال الفترة دي احنا بنبقى مدفيين الطير كويس جدا. يا سلام بقى لو احنا لفين الشيالة دي بستريتش او مغطيينها بحاجة، ويفضل الاستريتش يعني عشان خاطر يبقى فيه دفى، ولو في لمبة حمراء من اللي هي بتدفي قريبة من الطائر، ده هيخليه صحته تمام. كمان احنا نقدر نغلي النعناع او الحاجات اللي هي بتدي روائح تسلك، زي الشاي تسلك الاحتقان بتاع الانف عند الطيور بتاعتنا. طيب ايه كمان يا باشا عشان خاطر نعالج الطيور بتاعتنا؟ اوقات بتلاقي الطير بتاعك مستمر في التنفسي وانت مش عارف، في ناس كتيرة بتربي قرب المطبخ فروائح الاكل نفاذة، الطيور زيها زي البني ادمين بيبقى عندها جيوب انفية واحنا ما نعرفش. الطائر بيتحط في مكان جيد التهوية، ولكن تيارات هوائية غير مباشرة بتبقى بعيدة عنه عشان خاطر الروائح النفاذة. يا ريت لو بتحط برفان او بتستخدم عطور، يا ريت ما تقربش من الطائر اللي هو عنده تنفسي، لان ده بيبقى مصاب بجيوب انفية واحنا مش عارفين. اتمنى اكون افدتكم، واتمنى اكون ما طولتش عليكم. انا حبيت اشرح للمبتدئين بطريقة مختصرة جدا والله، عشان خاطر الاسئلة اللي بتجيني. في النهاية برضو هقول لكم حاجة نسيت اقولها، لو انثى تعبانة او كان عندها برد نريحها بعد ما بتخف ان شاء الله لمدة 3 اسابيع او شهر، عشان خاطر تسترد صحتها وما تتعبش تاني، يعني ما ندخلهاش للدكتور، بنريحهم في قفص كبير وبتاكل اكل كويس وبنغذيهم كويس. يا ريت ما تنسوش تحطوا نقط ليمون في المسق عشان خاطر دي بترفع المناعة. ما تنسوش الثوم بالليمون، ده مضاد حيوي كويس جدا ومعالج للبرد من الطبيعة، ولكن بنحطه لمدة 10 ساعات فقط في المية عشان خاطر ما يلملش التهابات في الحويصلة، بيتحط من مرة لمرتين في الأسبوع فقط لا غير. أحب أشكركم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترككم في رعاية الله.